لو سمحت يا فندم. خير في ايه؟ ضغط كريم 80 على 50. 80 على 50 يعني ايه؟ ما بيردش، عمره ما رد على التليفون. الو؟ ايوه يا حاتم. حاتم تعالى الحقني بسرعه علشان كريم ضغطه 80 على 50 ومش عارفه اعمل ايه، والدكتور شوقي ما بيردش على التليفون خالص. تعالى حالا. طيب خلاص جاي. جاي بسرعه جاي. فريدة، الدكتور شرقي على وصول. عايزك بقى تهدي وتطمني وكل حاجة هتبقى بخير إن شاء الله. تقريبا هو ده اللي وصل. Oh.
مهيون اليهودي طلسمك نجش على جبهتك. الصورة السريعة دي موضوع خطير جدا. أنا اديته حاجات ترفع الضغط بسرعة. لكن الحقيقة الموضوع يخوف. ربنا يتولاه برحمته. دكتور. نعم. أنت تقصد إن كريم ممكن يجرى له حاجة؟ دي حاجة مش بإيدينا يا حاتم بيه، دي حاجة بإيد ربنا. لكن الاضطرابات المستمرة والسريعة في كل أجهزته دي حاجة تقلق. أنا نفسي مش لاقي لها سبب. عموما هنعمل تحاليل جديدة. ربنا يسترها. ميرسي يا دكتور. وانا اللي فاكرك طيب ومالكش في العوق. فوق يا شيخنا، عيش لك يومين وتمرمغ في اليغمة. العوج اعوذ بالله منين؟ معرفوش. واليغمة اللي بتتحدث عنها دي انا شايف انك مش مالية يدك منها ومالكيش كلمة فيها. يبقى انت لسه معرفتنيش. امشي ورايا وانت تشوف. ما جربتش امشي ورا حرمة. حرمة ايه؟ ما تعرفش غير السرقة والقتل والدم. لو عقلك بيقولك انك ممكن تلعب معايا فانا ممكن اوريك الويل اللي عمرك ما شفته في حياتك. جربي. ادخلي نامي. خلي عينيك مفتحة. يمكن ما تغمضهمش مرة يا واصل. فريدة انت لازم تاكلي، لازم تاكلي عشان تقدري تقفي على حيلك.
كده بتصعب الامور عليكي. انا مش عارفه اعمل ايه، ده انا ما لحقتش اصحى من مصيبه موت قدري، اصحى على المصيبه اللي فيها ابني كده. الموضوع ده مش على دماغك انت بس يا فريده، الموضوع ده على دماغنا كلنا، بس انت لازم تبقي اقوى من كده. فريده انت عليكي مسؤوليات كبيره. على فكره اخواتك كلهم بيتمنوا موت كريم. اوعى تفتكر ان انا مش فاهمه، لا انا فاهمه، بس يغور كل حاجه. سيبوني في حالي بس. اهو ده كلام يسد النفس. مفيش مخلوق يا فريده يقدر يقرب لك طول ما انا موجود، لا انت ولا كريم. انا عارفه، معلش انا اسفه، انا متضايقه بس وبفضفض. انا عارفه انك ما سبتنيش لحظه. ربنا يعلم يا فريده انا شايل همك قد ايه. مش عايزه اخليكي تحسي بموت قدري ولو للحظه واحده. ايوه كده اضحكي بقى. طبعا في فلوس كتير مستخبيه، ومش فلوس بس، ده في حاجات تانيه كتير، وفريده بس هي اللي عارفه طريق الحاجه دي فين، وعماله تلصم في كريم لحد ما تسلك اللي عايزه تسلكه بعيد عن التركه. احنا لازم نعرف طريق الفلوس دي مستخبيه فين. انت بتتكلم كانك عارف ان كريم خلاص هيموت بكره، ويمكن الليله او بعد سنه. هنستنى بقى لما تبعتر هي كل الفلوس دي وما نورثش غير ديون البنوك؟ ايوه فريده، ايوه جبت التحاليل، بس انا وصلت البيت اغير هدومي بعد كده هرجع لك. يلا طيب سلام. حاتم عاوزك. طب ما انا كمان عاوزك. انا رحت جالي علم وعرفت انك اشتريت صبري واللي معاه. اسمع بقى، الأوراق كلها اللي جابها لك صبري مضروبة. وأنا بقى اللي ضاربها؟ لا، محدش قال كده، المرحوم هو اللي ضاربها. دي الأوراق اللي كان بيصدرها للحكومة، واللي أنت وصبري عايزين تصدرها لنا. فين فلوس قدري يا حاتم؟ أيوه يا زهر. نخلص منه نقتله؟ ده ايه؟ انت اتجننتي؟ اقلب بينا العربية يا بيه. جرى لك ايه يا حاتم بيه؟
شفت عفريت ولا ايه؟ انت دخلت هنا ازاي؟ فتحت الباب ودخلت وعرياك. هربت ليه؟ خفت من زهرة هان، عايزة تقتلني. تقتلك؟ المرة دي باين عليها مش طبيعية، الزهر عليها اتدبت. لا لا يا شيخ خلف، انت بس اللي مش عايز تفهمني. زهرة لا عايزة تقتلك ولا انا عايز اذيك في حاجة، احنا كل اللي عاوزينه منك مساعدة انسانية. هنعمل عمل انساني كبير قوي يا شيخ خلف، وعايزين خدمتك معانا. والعمل ده احنا لو ما كملناهوش في ناس غلابة كتير قوي هتضطر، وانت راجل خير وبركة، ما ترضى عننا بقى يا شيخ خلف. حاشا لله يا بيه. ايوه فريد، انا جايب التحاليل وجاي. معايا التحاليل. اوكي باي. مشوار بسيط كده بس يا شيخ خلف، ونروح نعمل مشوارنا وهرضيك يا سيدي. مش هتأخر عليك يا شيخ خلف. ها بقولك يا شيخ خلف، ما تروحش كده ولا كده. انت لقيتني في عربيتك يا بيه، اتوكل على الله. بقولك يا شيخ خلف، ما تيجي تقرا لنا كام صوره كده عشان. اتفضل اتفضل. مرحوم اخويا عنده ابن عيان قوي، عايزك تقرا له كام صوره كده عشان ربنا يشفيه. اتفضل. دقيقة واحدة مش هتأخر عليك. ده راجل صالح، ناس طيبين دلوني عليه، قلت اجيبه يقرا شويه قران لكريم يمكن. نعم انا تعبتك معي. عيب تقولي كده، كريم ابن اخويا انا زي ابني بالظبط. شيخ خلف اطلع يا شيخ خلف. بسم الله. يلا خش انت اوضتك وانا هقف معاك. يلا.
نفسك يا ستي كمان. دي نتيجة التحليل بتاع كريم. ميرسي يا حياتي. يلا ادخلي. يلا. تصبح على خير. اتفضل يا شيخ خلف. اتفضل. بعد اذنك بس يا شيخ خلف. هنلبس دول واحنا داخلين على كريم. لا يا شيخ خلف. انت لو دخلت كده على كريم ممكن يموت فيها. انا هجيب لك كرسي تحطه هنا جنب الباب. تعبك كتير كده وتخش تنام، وانا هخليهم يوضبوا لك اوضه عشان تخش ترتاح فيها. عايز اصحى الاقيك جاي تليك من نفسي يا بيه. انت والحمد لله ما اذيتش حد، وزي ربنا ما اداك قوة في الخير اداك برضو قوة في الشر، والناس هي اللي بتغريك بالخير او بالشر. تعمل ايه يا شيخ بكري اذا كان الخير ملضوم بالشر؟
انت والحمد لله ما اذيتش حد، وزي ربنا ما اداك قوه في الخير اداك برضو قوه في الشر، والناس هي اللي بتغريك بالخير او بالشر. تعمل ايه يا شيخ بكري اذا كان الخير ملضوم بالشر؟ مجنون ما تخافيش عليه. بقول لك سيب ابني يا مجنون واخرج بره الاوضه حالا. فريده قلت لك ما تخافيش عليه. اوعى
فريدة. حرام عليك سيبني، حرام عليك هيموت. حد بص بالبوليس يا حاتم. هات كريم يا شيخ خلف. حرام عليك، ابني هيموت، ابني ما يستحملش هيموت والله. اطلب الدكتور شوقي يا حاتم بسرعة. اهدي يا فريدة. سيبه. اهدي يا فريدة. حرام عليك هيموت كده. هات الولد. كريم ممنوع انه يتعرض للهوا. الواد الغلبان ده مالوش ذنب في الخلافات اللي بينكم. خلافات ايه؟ خد ابني ليه؟ اهدي يا فريدة. كريم ممكن يموت لو خرج من الأوضة دي وانت عارف. اهدي يا فريدة. انت اللي سامع كلام الدكتور. ابني مات. كريم ان شاء الله يبقى بخير. تعال. الضي ضايق عينيه. ما تخافيش قربي. جربي. أنا ما استجب. دلوقتي هتلمسيه توكليه. إن شاء الله تجوزيه كمان. مش قادرة أصدق. مش قادرة أصدق. البركة في الشيخ خلف. البركة في ربنا. ربنا هو اللي كتب الشفاء للغلبان ده. اتعذب كتير وشال ذنب غيره. كريم. اليوم كفاية عليك كده. بسم الله. ساعي. ما حدش يدخل غير أمه. زي حدة. ما حدش لي عازة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. يا. أنت بقيت أحسن الحمد لله. محدش يدخل عليه غيرك. حاضر. وحرصي عليه. محدش هيدخل عليه غيري. و ما ياخدش أي حاجة من حد غيرك. مفهوم؟ هو سيبيه هينام. اقفل الباب. حاضر. طب نعمل ايه؟ نكلم الدكتور شوقي؟
عشان يعمل ايه؟ مش عارفة، عشان نطمن بس. يعني هم الدكاترة حاطينه في خيمة اكسجين بقالهم سنة بحالها، وقالوا ان هو لو خرج براها هيموت. اديك شايفة اهو، نزل الجنينة وشم هوا وشاف الشمس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. حاتم، انت وصلت للشيخ ده ازاي؟ أنا مش وعدتك؟ أبا جاد. أيوه يا بنتي. بجد من عدم. أنا قلقانة أوي على حسن. اقلقي على روحك، حسن مع ربنا، واللي مع ربنا عمره ما ينضر. أنا كنت عايزة أقولك ما تقوليش وما تخافيش، وربنا هيظهر براءته. أنا عارفة إن حسن هو اللي قتل. أيوه، أنا شفت العصاية بتاعته اللي ضربهم بيها مرمية جنب زينهم ومتولي، وشفت كمان السبحة، وخدت الحاجة دي كلها ودفنتها بنفسي. حتى لو لقيت في يد سكينة، حسن ما يعرفش يقتل ولا يقدر. أمال هرب ليه؟ وراح فين؟ حياجي حياجي، وحتلاقيه قدامك بعون الله. ايه دي؟ وبعدين يا حاتم هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ في خلف اللي هرب ده. انا خلف معايا من امبارح. معايا؟ أنا زعلانة منك على فكرة. زعلانة مني؟ ليه؟ علشان سايبنا أنا وكريم في الهم ده من زمان، وأنت تعرف الشيخ البركة ده؟ لا أبداً والله، أنا معرفش الشيخ خلف غير من 3-4 أيام، بس وراني فيهم العجب، شيخ واصل بجد، بركة وأصل. نفسك أفوق يا حاتم. تشغليش بالك، أنا عامل حساب كل حاجة. قال هو الشيخ خلف لسه ما خرجش من أوضة كريم؟ كل ما أبص عليهم ألاقيه يا بيقرا يا بيصلي. بعد ما في العطاء عليه. لا بركة وأصلي فعلا. عشان لقيت الاوضه مفتوحه افتكرته معاكي. نعم؟ يعني ايه يعني؟ كريم فين؟ كريم؟ كريم؟ هو فين؟
كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الشافي المعافي، بسم الله الشافي المعافي، بسم الله الشافي المعافي، بحق كاف نون وما بينهما من سر مكنون. إيش فيه يا رب؟ إيش فيه يا رب؟ خطف، خطف، أنا متأكدة إن هو خطف، خطف ابني وهرب بيه، هرب بيه يا حاتم. شوف، شفت عمل إيه؟ أنا كان قلبي حاسس أصلا. يا فريدة، أنا بعت رجالة عشان يجيبوه، وهيجيبوه هنعرف إيه اللي حصل. اللي حصل؟ أنا هقول لك اللي حصل. اللي حصل إن هو دخل على كريم، لا مات، خاف نسجنه، خاف نسجنه، فخده، خطفه وهرب بيه، هو ده اللي حصل. لا يا فريدة، أنا دماغي فيها حاجة تانية خالص غير كده. أنا بقول إنه طمع وخده عشان يساوم بيه، وحاسة كده إنه هيتصل دلوقتي يطلب فدية. أنا متأكدة إن هو عمل كده. أيوة صح، أنا كمان متأكد إنه هيعمل كده. هو يعمل كده ليه؟ ليه؟ ليه ما هو جاي يطلب اللي هو عاوزه كنا هندهوله؟ ليه؟ هو أنت بلغت البوليس بجد؟ أيوة طبعاً يا فريدة، بلغت البوليس من ساعة ما قلتيلي. الله، طب أمال هما فين دلوقتي؟ بيدوروا عليه. أنت إيه عايزهم يجوا يقعدوا وسطينا؟ أنا اديتهم صورة الخلف وصورة الكريم عشان يوزعوا على كل كمائن عشان ما يقدرش يخرج بره اسكندرية، وكمان هما بيدوروا في الأماكن المحتمل إن هو ممكن يروح يقعد فيها. أماكن؟ أماكن إيه يا حاتم؟ أماكن إيه؟ هما اللي زي دول ليهم أماكن؟ أنا ابني اتخطف. أنا جبت كريم وجيت أزورك يا سيد أحمد عشان تقف جنبه وتباركه. الواد شتته زي المنخل، ومالوش ذنب باللي عمله أبوه. فبحق علمك وبركاتك وبركات أولياء الله الصالحين تدعو له ربنا يقف جنبه وياخد بيده. ادعي له يا سيدي، ادعي له. انت دلوك في دار الحج ودعاك مقبول ان شاء الله. السم دخل جدته ومعي سيبه. ادعي له، ادعي له يا سيدي. عرفت يا زهرة دماغه فيها ايه؟ ده راجل طماع وحرامي، اول ما شاف القصر عينيه زاغت وحاب يساومني على الواد. بقى ده شيخ ده؟ ماشي يا خلف الكلب، انا هخليك تندم على كل دقيقة شفتني فيها. بس يا ريت يكون ده اللي حصل، ما يكونش كريم مات فعلا وهو خده وهرب بيه. أبقى خسرت كل حاجة، أبقى خسرت فريدة والتركة والمخزن، بس أنا اللي أستاهل إني طوعتك يا زهرة. هو أنا اللي دخلته هنا، أنا كنت جايباه عشان مصلحتنا مش عشان مصلحتك أنت وفريدة. وأنت يعني ما كانش هينو بك حاجة من مصلحتي دي؟ كنت هترمي لي شوية ملالين تزكتني بيهم. هاي الملالين دي يا اختي اتبخرت. ياما حذرتك منه وقلت لك يلا نخلص منه، نقتله. هقتله، هقتله يا زهرة، بس اجيبه الاول.
انت قلت لي ان انت عارفه عنه كل حاجه. ايوه، لكن انت بلغت البوليس فعلا؟ بوليس ايه اللي بلغه؟ ابلغ البوليس عشان يقبض عليه وضيع؟ انا بقول لفريده كده بس عشان اهديها. طب افرض بقى اتصل عشان يطلب الفديه. شيخ فضل، شيخ فضل، شيخ فضل، خلف خلف الله، شيخ خلف، شيخ خلف، يا عز الأحباب. قصدك في خير، استعصى علي. الله المستعان يا ولدي، تعال. اسمي شيء، يا شافي يا معافي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا رب يا رب. ربنا يجعل الشفاء على يدك يا رب يا رب. السم سرح لقلبه، ربنا يسترها بإذنه ومشيئته. يا سبحان الله، يروحوا لاخر الدنيا لاجل ما يسموا طفل صغير بالشكل ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مين بس اللي قلبه طاوعه؟ الطمع بيظلم قلوب الناس يا سيدي. الله يفتح عليك يا شيخ خلف ويزيدك من نوره. ملهاش تفسير تاني. حد مليه الغل والحقد بينتقم من الناس، فعيل صغير بريء ملوش ذنب. تعرف يا شيخ خلف ما يعملش كده غير اللي ما يتسمى عشب، سمه ما يبنلوش أثر، يفضل يسلف جسم البني آدم حبة بحبة وبشويش لحد ما يخلص عليه خالص. لكن ربك كبير كبير ومحدش يكبر عليه واصل. والنعمة بالله يا سيدي، والنعمة بالله. تعالى حبيبي. ايوه. تعرفش بيت الشيخ خلف الله فين؟ خلف الله؟ خلف الله مين؟ عمك حسن ابن الشيخ. ايوه ايوه، اخو عم حسين. اشرب دول كمان يا كريم. لا خلاص مش قادر. مش قادر ليه؟
بطني وجعتني. طب خلاص اجيب لك دواء البطن. لا لا خلاص هاكل هاكل. ايوه كده يا ابو عمو اشرب. يا وريتنا ايام ربنا ما يعيدها ابدا. يا كريم خد انضف لي يا ولدي. خد من بركتنا كلنا. انت اللي بركتنا يا سيدنا. ما تقولش كده يا سيدنا، انا ما طولش مقامك العالي ولا عتابك. العتاب للاحباب وانت من الاحباب. ربنا يزيدك من نعيمه وربنا يبارك لنا فيك. انضف يا ولد. بقول لك عايز املحن انت الحين. علي صوتك وسمعها له. انا مر مر كده دي مجسمه مجسيم. من بعتك يا هتجن من بعتك يا تعالى حبيبي. ايوه تعرفش بيت الشيخ خلف الله فين؟ خلف الله. خلف الله مين؟ عمك حسن ابن الشيخ. ايوه ايوه اخو عم حسين. بقول لك عايز املحن انت الحين. علي صوتك وسمعها له. انا مر مر كده دي مجسمه مجسيم. من بعتك يا هتجن من بعتك يا تايتانيك يا ولاد. عندنا يا ولاد. ودخلت ازاي البلد انت على جديد؟ دخلت البلد ازاي؟ خلاص بقول لك ما تعلصش لك عشان اعمل جردايه. اتفرج قول انا مره. قول انا مره. مره فوق مره. شكر هد البشكور وسخنه لي ده عشان هفور جسمه خلاص. لا عمك يا واد عمي. بقول لك سيبه لي على جديد. يا واد انت مسبسب يا. ايوه يلا شيل. اللهم اكفنا شر النار يا رب. ايه يا كريم مبسوط يا ولدي؟ البركه فيك. ربنا يبارك فيك يا شيخ خلف. انت الخير والبركه. يلا واحد كمان. هات يا ولد. بسم الله بسم الله. الله أكبر. الله 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 الله. إيه ما شاء الله ما شاء الله. ورقة ورقة. يلا إيه اجمد يا ولد اجمد. بالراحة عليه يا شيخ خلف. بالراحة عليه. أنا السبب. أنا السبب. أنا ضيعته. أنا ضيعت ابني. أنا السبب. محدش اتصل. واضح إن هما معرفوش يوصلوا له. هنفضل مستنيين لغاية ما حد يتصل. دلوقتي يتصل ويطلب الفدية. أنا واثقة ومتأكدة من الكلام اللي أنا بقوله. يا هانم الشيخ خلف جاي وكان في إيده. كريم كريم بالراحة عليه بالراحة عليه. هو أحسن بس تعبان من طول المشوار. حبيبي أنت كويس؟ أنا عايزة أنام يا ماما. تقول إيه؟ زي ما سمعتيه عايز ينام. خدي نوامين. أنت إزاي يا راجل أنت تاخد الولد من مش وقت الكلام ده خالص. Thank you.
حد هنا من اسمنا. يا ابوي بقول لك حسنا. ما تنحش ماشي. سلام عليكم يا اخو. طيب يا حاتم، عامل ايه دلوقتي؟ انا كويس. كويس بس؟ انا برضك علمتك كده؟ الحمد لله كويس. على فكره انا لو جات لي سكته قلبيه هتبقى انت السبب يا شيخ خلف. بعد الشر عليكي، سلامتك. هو الشر مش هيبعد عننا الا لو فضلت معانا، مش كده يا كوكو؟ هو مش هيسيبني علشان انا بحبه. وانا كمان بحبك يا ابو عمو. بص بقى، انا ماليش دعوه باللي حاتم هيديهولك، انا هفتح لك حساب. بكام؟ اللي حضرتك تقول عليه. يعني باكتر من اللي ربنا مني عليا بيه ولا اقل؟ نعم ربنا، ما تتكللش باي فلوس، والفلوس ملهاش قيمه الا على الارض اللي احنا عايشين فيها. ادعي ربنا يتمم شفاه. سمي خدي باطك. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعي ربنا. اقول ايه؟ اللي عايز يقوله قلبك. ساعات معي وكل يوم يبقى تعبان اكتر منه. ولدك حبايبه كتير وعلى كد ما قدروا ساعدوه. حبايبه؟ مين حبايبه؟ دع الخلق للخالق. يا شيخ مهيوب، احنا في الطريق. سلام. ما كنتش اعرف قبل النهارده ان العيون دي تعرف تكون بالشكل ده. ولا كنت اصدق. قال لي يا شيخ خلف، انت عندك حساب في البنك؟ ايوه عندي. تمام. طب يبقى ابعته لي علشان احول لك عليه المبلغ. تحول عليه ايه؟ 50 مليون جنيه؟ ليه؟ امال يعني هعبهم لك في شويله؟ لا اقول لك تنقل لي شويه اسهم من اللي عندك على كام حته ارض، والباقي لو 5 مليون 3 مليون
تجيبهم لي في شوي، بس العقود والأسهم قبل ما خطي خطوة واحدة. ياه، ده ايه التخطيط ده كله؟ انت متأكد ان زهرة جايباك من المدافن؟ ما تاخدش باللي باين يا حاتم بيه. عندك حق. يا اهلا يا حاجه. ازيك يا شيخ مهيوب؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضلي. ايه، هو حاتم بيه لسه ما جاش؟ على وصول يا حاجه، بس انت ماليه ايدك من الشيخ ده، والله يطلع زي اللي قبليه، يروح ولا يرجعش. لا، ده حاجه تانيه خالص غير اللي عرفتهم قبل كده. الحمد لله. اهم جم اهم. ده برضو يا شيخ خلف بتهرب مني؟ ما كانش العشم برضو. اهرب منك ليه؟ ما انت مالك، كيف ما يكون راكبك عفريت وعفريت ازرق؟ ازرق. الشيخ خلف يا شيخ مهيوب. يا هلا يا هلا، دل على السلامة. الشيخ مهيوب هو اللي عارف طريق المخزن. لحد قبل المخزن بحتة. بعد كده ربنا معاكم. ليه؟ عشان الألغام يعني؟ ده الشيخ خلف. كل السنين دي ومش لاقيين حل لمشكلة الألغام؟ محدش بيهتم. إيه يعني لما عيل ولا راجل ولا بنية من الصبايا يروحوا في لغم؟ الحكومة ما تهتمش. الحكومة تدور على مصالحها. حتة أرض يديروا فيها مشاريع، أرض فيها بترول، حتة أرض يديروا فيها قرية سياحية، مال كل حي بيدور على مصلحته. تفضل تفضل يا شيخ. يا كريم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا وسهلا، تفضل. بارك الله فيك. منور يا شيخ. الله، قال لك ان هقتله بس لما يوصل للمخزن. قال لي انك مش هتديله لا المليون ولا الخمسين اللي هو طلب. الراجل ده ايه؟ كان قصاده فرصه من ذهب يجيبنا كلنا تحت رجليه. يعني خطف كريم، ولو كان ساعتها طلب 100 مليون مش 50 كان هياخدهم، انما رجع بيه من نفسه وما طلبش جنيه. بعدين معاك يا شيخ خلف، عايز ايه؟ صليت بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. المخزن ورا تبة، من هنا لحد التبة أمان، بعد التبة الله أعلم. بقول لك يا واد عمي، إذا كانش ليك دراية بالحكاية هذه أنا رجعك لكش صالح بحاتم بيه. أنت هتدور في صحراء واسعة، يعني ما تعرفش في أي حتة، غيرك راح كتير وما تجعش. مقضية إن شاء الله. طيب بالإذن نقوم نشوي. إيه يا شيخ خلف؟ شغلانة تقيلة عليك ولا ايه؟ الصحراء حاوية كتير ومن كل ناحية. طب والحل يا شيخ خلف؟ هو المرحوم قدري ما فاتش حاجة تساعدنا؟ وهو المرحوم قدري لو كان سايب حاجة تساعدنا كنا جبناك ليه؟ انا عفكر يا حاتم بيه، مش ممكن يكون فات علامة هنا ولا هنا وما حدش خد باله؟ السكة دي خلصانة من زمان. أنا بنفسي دورت في كل حتة عنده، في بيته وفي عربيته وفي مكتبه،
معلش نروح ونشوف تاني، مش هنخسر حاجه. نروح فين؟ بقول لك دورت في كل حته. نروح مكتب. مكتب مين؟ الراجل ده عايز يجنني. ساعتين ثلاثه مش مشكله، نروح نروح مكتبه، يمكن نقدر نلاقي حاجه من قطره. ان شاء الله هنلاقي. اتفضل يا شيخ خلف. اتفضل يا شيخ خلف. المكتب عندك، قلب براحتك. أنا هساعدك يا شيخ خلف. ريحي بالك، مش هتلاقي حاجة. دي فوطة أدري؟ أدري إيه؟ كل حاجة هنا بتاعتي، ريحي دماغك. عقود الأرض والأسهم والخمسة مليون جنيه جاهزين يا حاتم بيه؟ أنت لسه عملت حاجة؟ مش لما تعمل يا شيخ خلف تبقى تقبض؟ هعمل، بس اياك ما تهربش ساعتين. اهرب؟ ده انا مديلك شيك على بياض باللي انت عاوزه، بس تخلصني من المصيبه اللي انا فيها دي. ده جاي يذاكر جغرافيا. صدقت. دي يتفهم منها ايه دي؟ جهز الاوراق والفلوس يا حاتم بيه. انت بتتكلم بجد؟ معرفش غيره. الله عليك، الله عليك يا شيخ شيوخ المشايخ، والله العظيم لا جديك بوسه. وصلت. الله، رجالتي معاك، خطوتهم بخطوتك عشان يدقوا العلامات وربك يسطر. لا، أنا ماشيل الذنب بروح حد. سيبولي حكاية العلامات. هات يا ولدي. Thank you.
ده هو كده يدخل موسوعة جينيس. 3 ساعات دلوقتي وما سمعناش أي انفجار. مش هيبعد أكتر من كده. طيب أنا بقول إيه؟ أنا مش هستنى ما تبيعه، أنا نصيبي يوصل لي. وأنا من إمتى كلت حقك يا زهرة؟ يا روحي أنا مش بتكلم على 10 عندك ومية عندي، دول 100 مليون يا حبيبي. حتى لو 200، أنت مقامك عندنا غالي قوي قوي. لا أنا ليا نسبتي وراضية بيها. يا مهيوب هيرجع بعد الريح الجامدة دي؟ خايف والله الهبوب يتوه ويضيع منه. اللغم والله أرحم. أقل له لو مات هنعرف في لحظتها. إحنا هنستنى إيه؟ هو معقول يرجع بعد الهبوب ده؟ لا إحنا نمشي من هنا أحسن. مش هنتحرك إلا ما نتأكد. يون اتحرك شوف. المية مية. أنا كده ضيعت يا شيخ مهيوب، ولازم تشوف لي حل. هنشوف طريقة نسكتهم بيها. تدفع لهم تو اللي تقدر عليه والباقي ربنا سهل. أدفع؟ أدفع إزاي ومنين؟ قول لهم بقى يروحوا القدري ياخدوا فلوسهم منه، أنا برا الحدودة دي خالص. مش أنت اللي صدرت وقلت إن اتفاقية المرحوم أخوك ماشية زي ما هي؟ وأنا أعرف منين يا شيخ مهيوب إن هو دافن سلاح في الطلق؟ ما سألتنيش ليه؟ أهو اللي حصل. يبقى تسدد زي ما قلت. ما معيش. خليهم بقى يعملوا اللي يعملوه. هيقتلوني؟ يقتلوني. هاتم بيه؟ احسبها صح. مش هيسيبوك. Oh.
وقتك خالص يا فريدة. أيوة فريدة. شيخ خلف، شيخ خلف مات خلاص. سلام. ايه يا مدام فريدة؟ لا والله انا في القطر مسافر. انا من ساعة ما نزلت من عند كريم وشفت التدهور اللي هو فيه وحالته السيئة وانا اصلا مش شايف قدامي. كان اتحسن اهو اتنكس تاني يا مدام. انا والدكاترة اللي شفناه قبل كده كنا محافظين على حالته مستقرة والولد كان كويس وكنا مشخصينه صح. معرفش الدكتور اللي انت جبتيه ده وراح شاله من خيمة الاكسجين خلى الولد اتبهدل جدا يعني. شوفي بقى خليه يكمل معاه ولا يشوف عمل ايه مصيبه هو يصلحها. ماشي يا مدام، مع السلامه. صباح الخير يا فريده. صباح النور. كريم عامل ايه؟ الله اعلم. الظروف اللي انا فيها ارجوكي سامحيني. هو مات ازاي؟ حادثة بس مش عارف بالظبط ايه اللي حصل. ليه؟ مش هو كان معاك؟